سيدي السادسي متابعي اخبار الفجر المغربيه والفجر سبورت، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر لمواجهه نادي الرياضه القنيطري واصدقاء مارتيل برسم الجوله 16 من شطر الشمال القسم الوطني الثاني للدوري المغربي الفوتسال. خطير صالح ديال القنيطري عند يوسف الصبار عند عزيز ياسين، خطيره وتسددها وتسدد جميل. عزيز ياسين كتمشي عند وائل زكريا بحال تسدد وتسدد جميل. حتى الان محمد اشرف طاليس محاوله واحده اللي كانت فسقت فيها التركيز لاعب الرياضه القنيطري، في حين المحاولة الثانية الفضل للعزة والهدف الأول. الهدف الأول خطأ دفاعي من لاعب أصدقاء مارتيل ويوسف الصباك، كيف تتحدث النتيجة لصالح الرياضة القنيطري؟ دقيقة 56 ثانية، 6 دقائق و 52 ثانية على بداية المقابلة، يوسف الصباك كيف تتسجل لصالح الرياضة القنيطري؟ كرة من شقيقة كتجي عند أرداكي سددها وتصد جميل، تسدد قوية من طويلة 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 طويلة، خطيرة لصالح الرياضة، خطيرة 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 في العريضة، كانت خطيرة لصالح يوسف الصبار غايب حتى الاختراق، يوسف الصبار غايب حتى الاختراق، غايسد غايسد غايسد، هدف جميل، هدف جميل عن طريق اللاعب يوسف الصبار في الدقيقة 16 من المقابلة، بحث عن الاختراق بسلاسة وبهدوء، شق دفاع نادي أصدقاء مارتيل وتمكن من إضافة الهدف الشخصي الثاني في المقابلة، وأيضا الثاني لصالح الرياضة القنيطرية. إذا الدقيقة 16 من المقابلة يوسف الصبار يتمكن من إضافة الهدف الثاني لصالح الرياضة القنيطرية أمام أصدقاء مارتيل. تبادل التمريرات ما بين وائل زكريا عند عثمان دحان، عثمان دحان، عثمان دحان، اتجاه أيمن دواي والهدف، هدف جميل. أخيرا أخيرا أيمن دواي بعد غياب كبير عن التهديف منذ الهدف ديالو في بني بوعياس كيتمكن من إضافة الهدف الثالث لصالح الرياضة القنيطرية في هذه المقابلة. الدقيقة 17 و26 ثانية، أيمن دواي كيتمكن من تسجيل هدف لصالح الرياضة القنيطرية، بكاء اللاعب أيمن دواي. أخيرا أخيرا أيمن دواي كيتمكن من التهديف، تقدم الرياضة القنيطرية بثلاث أهداف دون مقابل على اللاعب أيمن الدواي. قوية وتسد جميل، طويلة عند وائل، وائل 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 غيسد 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 في العريضة جميلة، كانت جميلة عن طريق وائل لكن تصدي متميز وتصد آخر متميز. كتمشي عند وائل الزروقة كيحاول يلعبها طويلة عند يوسف الصبار حتى إضافة الهدف الثالث في العريضة، كيسجل في المرمى ديالو، كيسجل في المرمى ديالو، كان في إمكانه يكون الهدف الثالث لصالح يوسف الصبار. الكرة ارتطمت بالعريضة وفي الوقت اللي بغى يوسف أرداي يبعدها سجلها في الشباك ديالو، العريضة منعت يوسف الصبار من تسجيل الهدف الشخصي الثالث، لكنها اعطت فرصه ليوسف اكداي اللي سجل الهدف الرابع في الشباك الفريق ديالو. الرياضه القنيطري كريم اسكوري مره اخرى وتصدي في العريضه، لكن مقطوعه مره اخرى عند ايمن دواي، ايمن دواي غيسجل الهدف الشخصي الثاني، ايمن دواي، ايمن دواي كيسجل الهدف الشخصي الثاني في هذه المقابله، ايمن دواي كيسجل الهدف الشخصي الثاني في هذه المقابله. تقدم الرياضه القنيطري بخمس اهداف دون مقابل على حساب نادي اصدقاء مارتيل. ايمن دواي بعد صيام كبير على تسجيل كيعود وكيسجل جوج اهداف في هذه المقابله في مواجهه نادي اصدقاء مارتيل. عند اسكي غيبحث عن تسديد مقطوعه من عماد فريق رياضه القنيطري وتصدي الحارس ياسر النجا، كان على الشاوي دائما عند يوسف بن سعود، مراوغه جميله جميله جميله، لكن تصدي الحارس جميله من يوسف بن سعود. وجالي هنا بقاعه الوحده بمدينه القنيطره في رسم جوله 16 من شطر الشمال القسم الثاني، قويه من اسماعيل الشاوي، كانت قويه من اسماعيل الشاوي، اللقطه الاولى تصدى لها الحارس محمد اشرف طاليس وكيرجع وكيعاود يسددها اللاعب عزيز ياسين، وبالتالي تقدم الرياضه القنيطري بست اهداف دون مقابل على حساب اصدقاء مارتيل. كما قلنا الاعتماد مبكر على خطه اللاعب الطائر كيقوي الجوانب السلبيه لهذه الخطه، وبالتالي تقدم لاحظ على تسديد اسماعيل الشاوي غيعطيها لعثمان دحان، سد جميل قويه من عثمان دحان. لاعب اصدقاء مارتيل كيتقدم كيتقدم، مقطوعه من لاعب الرياضه القنيطري حتى على الهدف الشخصي الثالث، ويوسف الصبار الهاتريك في هذه المقابله. يوسف الصبار لاعب جمعيه الرياضه القنيطري كيتمكن من تسجيل ثلاث اهداف في هذه المقابله امام نادي اصدقاء مارتيل. اذا على بعد اربع دقائق من نهايه المقابله يوسف الصبار كيتمكن من اضافه الهدف الشخصي الثالث والسابع لصالح الرياضه القنيطري. كما قلنا حتى الان الرياضه القنيطري كيتقدم سبع اهداف ضد ايمن دواي، عند ايمن دواي كيتقدم، ايمن دواي كيتقدم، ايمن دواي غيبحث على الهدف الثالث والهاتريك، الهاتريك من طرف ايمن دواي. كما قلنا الهاتريك من طرف ايمن دواي اللي كيسجل ثلاث اهداف في هذه المقابله. الدقيقه 17 ايمن دواي كيتمكن من تسجيل الهدف الشخصي الثالث والثامن لصالح الرياضه القنيطري. عوده قويه من طرف ايمن دواي بعد صيام كبير عن التهديف منذ مقابله اي تبوعيات، كيرجع بقوه في هذه المقابله وكيتمكن
تمكن من تسجيل 3 اهداف، كيستغل الفرصه اللي تعطاته من طرف المدرب وكيتمكن من اضافه الهدف الشخصي الثالث في مواجهه ناليه، وبدوره كيتمكن من اضافه الهدف الثالث لصالح الهدف من طرف اصدقاء مارتين عن طريق اللاعب كريم ازكوري، كيسدد بشكل قوي وعلى بعد 3 دقائق من نهايه الشوط الثاني والمقابله لكريم ازكوري كيتمكن من تقليص الفريق لصالح اصدقاء مارتين. اذا 8 دقائق مقابل هدف، 8 دقائق طبعا من لاعبي مارتين، خطره وخروج موفق، خروج موفق من طرف حارس الكره الطويله ياسر الناجي، خطره تسدد اخر جميل، خطره والهدف الهدف الثاني لصالح اصدقاء مارتين عن طريق اللاعب حاتم غيسوني، كان تصدي جميل من اللقطه الاولى عن طريق ياسر الناجي، تصدي اخر عن طريق ايمن دواري لكن بمقصيه جميله حاتم غيسوني كيتمكن من تقليص الفارق. اذا تقدم الرياضه القنيطري ب8 اهداف مقابل هدفين امام نادي اصدقاء مارتين، 8 اهداف مقابل هدفين كره عند وائل الزرقاوي، وائل الزرقاوي مراوغه جميله من وائل الزرقاوي، اخيرا وائل الزرقاوي كيسجل في هذه المقابله، وتقدم الرياضه القنيطري ب9 اهداف مقابل هدفين امام نادي اصدقاء مارتين. وائل الزرقاوي مجموعه من المحاولات اهتمت بسمات دفاع اصدقاء مارتين، اهتمت بتالق الحارس اشرف طاليس، لكن في اللقطه الاخيره مراوغه جميله من وائل الزرقاوي وكيسدد بقوه، كيتمكن من اضافه الهدف الشخصي الاول في هذه المقابله والتاسع لصالح الرياضه القنيطري. اذا تقدم الرياضه القنيطري ب9 اهداف مقابل هدفين امام نادي اصدقاء مارتين مقابل هدفين. وفي هذه اللحظه سي الحكم كيعلن على نهايه المقابله، فوز نادي الرياضه القنيطري 9 اهداف مقابل هدفين امام نادي اصدقاء مارتين. اذا كان معكم في هذا البث المباشر عبر الفجر سبور المادي القشيني، ونقول لكم موعدا في وقت لاحق ان شاء الله. باش نقول لك اشكر المدرب على الثقه اللي دار فيا والرئيس المكتب المسير ياك، وكنشكر اللعابه اللي عاونوني، وكلمه زوينه كتخليك تدخل في الماتش، وديديكاس لخوتي اللي كيعاونوني في الخفاء، كاع الدراري اللي كيشجعوني، كنشكركم من هنايا، شكرا.